السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في قناتكم التعليمية تعليمكم. حل اختبار الفصل الثاني في مادة الرياضيات نموذج رقم 3. التمرين الأول، أكمل ما يلي: نحول 5 كيلومتر و20 متر إلى المتر، 3475 غرام إلى الهكتوغرام والغرام، 4 ديكاليتر 2 ديسيلتر إلى الديسيلتر. على مسودة نحتاج إلى جدول الأطوال بهذا الشكل لكي نستطيع أن نحول دون أخطاء. إذن قلنا سابقا أن رقم الوحدات يتبع الوحدة، يعني هنا 5 كيلومتر و20 متر، 5 هنا هي رقم وحدات تتبع الكيلومتر، أما 20 هنا فالصفر هو رقم الوحدات يتبع المتر. نضعه على الجدول بهذا الشكل، 5 أضعها هنا في الكيلومتر لأنها رقم الوحدات تابعة الوحدة الكيلومتر، و20 هنا الصفر أضعها في المتر تابعة الوحدة، ونكتب 2 بهذا الشكل. ولكي يتم التحويل أضيف الصفر هنا حتى يتم العدد بهذا الشكل، وتصبح القيمة هي 5020 متر. بنفس الطريقة نحول 3475 غرام، نحتاج هنا إلى جدول الأوزان. ثم قلنا أن رقم الوحدات يتبع الوحدة، يعني 5 أين نضعها؟ نضعها هنا في الغرام. ثم نكمل كتابة العدد بهذا الشكل، 7 هنا، 4، 3. ثم طلب مني التحويل إلى الهكتوغرام والغرام، يعني القيمة التي أضعها هنا رقم وحداتها يجب أن تكون في خانة الهكتوغرام، يعني هنا في الجدول لاحظ أن 4 هي التي في الهكتوغرام، إذن هي التي أكتبها كرقم وحدات للعدد الذي سأكتبه هنا، والعدد الذي بعده لأن التحويل يكون من اليمين إلى اليسار، العدد الذي بعده الذي هو 3 هو رقم العشرات، والعدد يكون 34. إذن القيمة كلها هي 34. أما القيمة المعبر عنها بالغرام هنا، قلنا الوحدات تتبع الوحدة، يعني هنا 5 هي التي في خانة الغرام مع 7 التي بقيت هنا في الديكاغرام، ونكتب 75 ديكاغرام. ننتقل الآن إلى تحويل الساعات، نحتاج إلى جدول الساعات. نضع الوحدات في خانة الوحدة، يعني 4 في الديكاليتر و2 في الديسيلتر. لاحظوا هنا هذا رقم الوحدات وهذا رقم الوحدات، وضعنا 4 في الديكاليتر و2 في الديسيلتر. الآن لكي تصبح قيمة واحدة ماذا نفعل؟ نضيف الصفر هنا في خانة اللتر حتى يصبح عددا واحدا، والذي هو 402، ونكتب 402 ديسيلتر. لاحظوا أن 2 هنا في، يعني رقم الوحدات في خانة الديسيلتر، إذن القيمة هنا كلها معبر عنها بالديسيلتر. التمرين الثاني، أحسب الحاصل والباقي لقسمة 74 على 6 و 108 قسمة 3، ثم أحصر العدد 55 بين مضاعفين متتاليين للعدد 9. 74 بالتوزيع تساوي 6 في حاصل القسمة زائد الباقي. نجري عملية القسمة، 74 قسمة 6، 7 قسمة 6 يساوي 1، 1 في 6 6، 7 ناقص 6 1، ننزل 4، 14 قسمة 6 يساوي 2، 2 في 6 يساوي 12، 14 ناقص 12 يساوي 2. إذن حاصل القسمة هو 12 والباقي هو 2. 74 يساوي 6 في 12 زائد 2. الآن 108 بالتوزيع على 3، نجري عملية القسمة، 108 قسمة 3، 1 قسمة 3 لا أستطيع، إذن نأخذ رقمين. 10 قسمة 3 يساوي 3، 3 في 3 يساوي 9، 10 ناقص 9 يساوي 1، ننزل 8، 18 قسمة 3 يساوي 6، 6 في 3 18، و 18 ناقص 18 يساوي الصفر. إذن هنا بالتوزيع 108 يساوي 3 في 36 زائد صفر. أما بالنسبة للحصر هنا،
لاحظوا أن لدينا 9 و 9 يعني مضاعفين متتاليين لتسعة. 9 ضرب عدد أصغر من 55 و 55 أصغر من 9 ضرب العدد الموالي لهذا العدد الذي سنجده هنا. من جدول الضرب نعرف أن 9 في 6 يساوي 54، إذن 54 أصغر من 55، ونكتب 9 في 6 أصغر من 55 والتي تساوي 54، والمضاعف الموالي هو 9 في 7، نكتب 9 في 7 والتي تساوي 63. لاحظوا أن 55 محصورة بين 54 و 63، وهما مضاعفين متتاليين للعدد 9. التمرين الثالث، ثمن 6 كتب من نفس النوع 1800 دينار جزائري. ما هو ثمن الكتاب الواحد؟ املأ الجدول التالي بطريقة الجمع أو الضرب أو القاعدة الثلاثية. في التمارين التناسبية يوجد أكثر من طريقة لإيجاد الحل، من بينها طريقة الجمع والضرب والقاعدة الثلاثية. لاحظوا أن هنا في المعطيات أعطي لي أن ثمن 6 كتب من نفس النوع، يعني ثمن كتاب الواحد هو نفسه في 6 الكتب هذه، والثمن الكلي لهذه الكتب الستة هو 1800 دينار جزائري، يعني ثمن الكتاب واحد هو قسمة 1800 على 6، وهكذا نجد ثمن الكتاب الواحد. نقسم 1800 على 6 لكي نجد ثمن الكتاب الواحد. بهذه الطريقة 1800 قسمة 6، 18 قسمة 6 يساوي 3، 3 في 6 18، الباقي 0، ننزل الصفر، 0 قسمة 6 0، 0 في 6 0 والباقي 0، ننزل الصفر أيضا، 0 قسمة 6 0 والباقي 0. إذن ثمن الكتاب الواحد هو 300. الآن نملأ الجدول بطريقة الضرب. قلنا سابقا في الدروس التناسبية أن القيم الموجودة في السطر الأول تتناسب مع القيم الموجودة في السطر الثاني بضربها، يعني بضرب القيم الموجودة في السطر الأول في نفس العدد تعطي لي القيم الموجودة في السطر الثاني، أو المقادير أو القيم الموجودة في السطر الثاني نقسمها على نفس العدد تعطي لي المقادير أو القيم الموجودة في السطر الأول، ويسمى هذا المقدار الذي نضرب فيه أو نقسم عليه بمعامل التناسبية. وهذا معامل التناسبية هو العدد الذي نضرب فيه أو نقسم عليه الوحدة الواحدة. لاحظوا هنا واحد عندما نضربه في 300 يعطيني 300، إذن 300 هو معامل التناسبية. الآن كل القيم هنا، كل المقادير هنا عندما أضربها في 300 تعطي لي المقادير في السطر الثاني، ونفس العدد 300 هو الذي أقسم عليه المقادير الموجودة في السطر الثاني حتى أتمكن من إيجاد المقادير في السطر الأول، يعني بطريقة عكسية. نملأ الجدول. 10 في 300 ماذا يساوي؟ باستعمال حساب متمعن فيه، لاحظوا أن 10 عندما أضربها في عدد ما نضيف الصفر لذلك العدد، يعني 300 تصبح 3000. 16 نضربها في 300 على مسودة، نكتب العملية 300 في 16، لاحظوا أن 300 فيها صفرين هنا، هذان الصفران ننزلهما بهذا الشكل، ثم أجري عملية الضرب 3 في 16، 3 في 6 يساوي 18، أحتفظ بالواحد، 3 في 1 يساوي 3 والواحد 4، والنتيجة هي 4800، نكتبها هكذا في الجدول. الطريقة الثانية هي طريقة الجمع. لاحظوا هنا 6، 6 كتب، الثمن هو 1800، 10 كتب، الثمن الكلي هو 3000. لاحظوا هنا 16 هي عبارة عن 6 زائد 10، إذن النتيجة هنا 4800 هي عبارة عن 1800 التابعة ل 6 زائد
3000 التابعة لعشرة. إذن هنا طريقة الجمع، نجمع هذين العددين لأتحصل على 16، ونجمع هذين المقدارين لنتحصل على 4800. هذه هي طريقة الجمع. أما الطريقة الثلاثية فنستعمل ثلاثة قيم، هنا 16 1800، ويجب أن يكون مقدارين من نفس العمود، يعني هنا 6 و 1800. لا أستطيع استعمال 1810 و 16، يجب أن أستعمل مقدارين من نفس العمود، هنا 6 و 1800 وهنا 10. ثم نجري عملية الضرب بين 1810، وثم نقسم الناتج على 6 لأتحصل على القيمة. يعني هنا لاحظ وكأنها ربطة عنق بهذا الشكل، هي الطريقة الثلاثية، 1800 في 10 قسمة 6 أتحصل على النتيجة هنا، 1800 في 10 تعطي لي 18000 قسمة 6 نتحصل على النتيجة بهذا الشكل. قلنا أن 1800 ضرب 10 يساوي 18000، أقسمها على 6، 18 قسمة 6 يساوي 3، 3 في 6 18، 18 ناقص 18 0، أنزل الصفر قسمة 6 يساوي 0 والباقي 0، أنزل الصفر قسمة 6 يساوي 0 والباقي 0، أنزل الصفر قسمة 6 يساوي 0 والباقي 0. إذن النتيجة كما تحصلنا عليها سابقا وهي 3000. لاحظوا أن الطريقة الثلاثية نصعد بالضرب ثم الناتج أقسمه ثم نجد النتيجة. لو كانت هذه القيم التي أستعملها في هذه الحالة 1800، نصعد ضرب واحد هنا ثم أقسم على 6 لأتحصل على 300. لاحظوا وكأنها ربطة عنق، نصعد نلتف ننزل لنجد النتيجة، نصعد بالضرب ثم نلتف بالقسمة ننزل لنجد النتيجة. التمرين الرابع، حقل مستطيل الشكل طوله ضعف عرضه، احسب محيطه إذا علمت أن عرضه 75 مترا. للذين يجدون صعوبة في فهم الوضعيات الإدماجية وفهم هذا النوع من التمارين، يمكن لهم وضع نموذج تخطيطي أو رسم تخطيطي حتى يسهل عليهم الفهم. لاحظوا هنا حقل مستطيل الشكل، إذن هنا نرسم مستطيل، وشرط هذا المستطيل أن الطول طوله ضعف العرض بهذا الشكل. هذا هو المستطيل، هذا الطول، وهذا العرض. الشرط الوحيد في هذا المستطيل هو أن هذا الطول مرتان العرض، ضعف العرض. لاحظوا هذه المسافة من المنتصف، هذه النقطة تعبر عن المنتصف، منتصف الطول، من هنا إلى هنا نفس طول العرض، ومن هنا إلى هنا أيضا نفس طول العرض. يعني هنا عندي العرض وهنا ضعف هذا العرض والذي يمثل الطول، يعني العرض يساوي 75 مترا، الطول يساوي مرتان 75 لأنه ضعف العرض. ما هو المطلوب هنا؟ احسب محيطه إذا علمت أن عرضه 75 مترا. إذن المطلوب هو حساب المحيط. الحل، العمليات، الأجوبة. إذن يجب علينا أولا إيجاد الطول والذي هو 75 في 2 يعني ضعف العرض، وتساوي 5 في 2 يساوي 10، أضع الصفر وأحتفظ بالواحد، 7 في 2 14 والواحد 15. إذن نكتب العملية أفقيا ونكتب الجواب، طول المستطيل هو 150 مترا ولا ننسى الوحدة. الآن وقد وجدت الطول وعندي هنا في المعطيات العرض، سيسهل علي حساب المحيط. القاعدة تقول أن محيط المستطيل يساوي الطول زائد العرض في 2. إذن الطول هو 150 والعرض هو 75،
150 زائد 75 يساوي عملية سهلة، أضع الإجابة مباشرة 225. في 2 نضرب في 2 ويساوي 450. إذا نكتب هنا العملية أفقيا، 150 زائد 75 في 2 يساوي 450، ونكتب الإجابة محيط المستطيل هو 450 مترا. الوضعية الإدماجية: اشترى تاجر عصير البرتقال في علب صغيرة فدفع مبلغ 3780 دينارا. إذا علمت أن سعر العلبة الواحدة هو 45 دينارا، فما هو عدد العلب التي اشتراها؟ باع كل العلب فقبض 5040 دينارا، كم ربح التاجر؟ لو باع العلبة الواحدة ب 65 دينارا، كم دينارا يقبض؟ في الوضعيات الإدماجية عندما أقرأ العلبة الواحدة أو الكتاب الواحد، الصندوق الواحد، كلما قرأت كلمة الواحدة أو الواحد هنا العملية يا إما ضرب أو قسمة. إذا بحثت عن عدد أكبر من الذي أعطي لي فهو ضرب، وإذا بحثت عن عدد أقل من الذي أعطي لي فهو قسمة. لاحظوا هنا، إذا علمت أن سعر العلبة الواحدة، هنا العلبة الواحدة يعني إما قسمة أو ضرب، إذا سعر العلبة الواحدة هو 45 دينارا، فما هو عدد العلب التي اشتراها؟ عدد العلب هو هنا في هذا العدد، لأن كل 45 دينار تمثل علبة واحدة، والثمن الكلي هو 3780. إذا هذا 3780 عندما نوزعها على 45 نجد عدد العلب، إذا هنا عملية القسمة، ونكتب 3780 قسمة 45، 37 قسمة 45 لا أستطيع، إذا نأخذ 378 قسمة 45 لتسهل علي العملية. أخفي الوحدات هنا والذي هو 8 وأخفي 5 هنا وتصبح 37 قسمة 4، المفروض 9، لكن أنا أخذ 8 لأنني عند استعمالي لهذه الطريقة دائما أجد العدد أكبر بقليل من النتيجة التي أبحث عنها. إذا أجرب 8، 8 في 45 يساوي 360، نجري عملية الضرب على ورقة مسودة طبعا، تساوي 360، إذا العدد صحيح، النتيجة صحيحة، 8 في 45 يساوي 360، عملية الطرح يساوي 18، 378 ناقص 360 يساوي 18، أنزل الصفر، 180 بنفس الطريقة، أخفي الوحدات هنا، أخفي الصفر والخمسة، 18 قسمة 4 يساوي 4، إذا 4 في 45 يساوي 180 والباقي صفر. إذا عدد العلب، نكتب أولا العملية أفقيا ثم نكتب الجواب، عدد العلب التي اشتراها التاجر هو 84 علبة، ولا أنسى كتابة الوحدة. ثانيا، باع كل العلب فقبض 5040 دينارا، كم ربح التاجر؟ في مثل هذه الأسئلة عندما يطلب مني حساب الربح، دائما الربح هو ثمن البيع ناقص ثمن الشراء، هذه قاعدة، دائما ثمن البيع ناقص ثمن الشراء، ونكتب العملية، ثمن البيع هو 5040 ناقص ثمن الشراء والذي هو 3780، نجري العملية ونجد 0 ناقص 0 يساوي 0، 4 ناقص 8 لا أستطيع، أستلف وأرجع، 14 ناقص 8 يساوي 6، 0 ناقص 8 لا أستطيع، أستلف وأرجع، 10 ناقص 8 يساوي 2، 5 ناقص 4 يساوي 1. إذن أعيد كتابة العملية أفقيا، ربح التاجر 1260 دينارا جزائريا. وأخيرا طلب مني، لو باع العلبة الواحدة ب 65 دينارا، كم دينارا يقبض؟ لاحظوا هنا أيضا يوجد الواحدة، لو باع العلبة الواحدة إذن هنا إما ضرب أو قسمة،
لاحظوا أيضا أنني هنا أبحث عن القيمة الكلية للعلب كلها، يعني هنا أبحث عن الكل، لهذا العملية التي سأختارها هي عملية الضرب. نضرب 65 في عدد العلب، لأن كل 65 تمثل لي ثمن العلبة الواحدة. كل العلب يعني 65 في 45، بهذا الشكل 45 في 65 يساوي 5 في 5 25، نحتفظ بالإثنان، 4 في 5 20 والإثنان 22، 5 في 6 30 نحتفظ بالثلاثة، 4 في 6 24 والثلاثة 27، عملية الجمع هنا وتساوي 2925. نعيد كتابة العملية أفقيا ونكتب الجواب. لو باع التاجر العلبة الواحدة ب 65 دينارا لقبض 2925 دينارا. وأخيرا لا تنسوا الإعجاب بالفيديو، ولكي يصلكم الجديد لا تنسوا الضغط على الاشتراك وزر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.